كل ما كتب في الأشهر الأخيرة عن تطور قدرات المقاومة في الضفة الغربية وتصنيع العبوات الناسفة وإعداد الكمائن يبدو صغيرا جدا أمام هذا المقطع المصور. ثلاثي هو الكمين الأحدث للقسام في الضفة، تاريخه مفصلي بين عمليات اغتيال أرادها الاحتلال موجعة في طول كرم وتوباس وجنين وغيرها من مدن الضفة. أحد أبرز إنجازات المقاومة في الضفة تمثل في هذا الكمين الثلاثي، نجحت القسام فيه بتفجير عبوات ناسفة بقوة إسرائيلية قرب مستوطنة المطلي المحاذية لمدينة جنين، فأصيب جنديان وضابط وانسحب المقاومون بسلام، ليعمق القلق الإسرائيلي من تطور إمكانات المقاومة في صناعة العبوات التي ستكون عنوان المرحلة المقبلة. إذا كانت العبوات قبل فترة ليست بعيدة تصنع بمبادرات فردية من بعض المقاومين، فهي باتت اليوم تصنع بشكل أكثر تنظيما ودقة وسط بذل جهود دائمة لتطوير فعالياتها، سواء من ناحية حجمها أو مواد تصنيعها وكيفية زرعها واستخدامها، وهو ما انعكس بتحويلها إلى سلاح أساسي في المواجهة مع كل اقتحام واجتياح. محمد بزي، الميادين.